ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، ربنا ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا، ربنا قينا عذاب النار، ربنا قينا عذاب النار، ربنا دادا المحامي ديالك جا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام. المحامي الجديد. أوه هذا لما مسكت لنا ولدو. السلام عليكم. السلام. إيه ما كاين داس فين ولا عزوزي؟ سي عزوزي مات الله يرحمه. قدم لك راسي. لك قصة الدجاجة. أكبر يا أستاذ تاجر، ودابا أنا شنو غادي ديروا معايا ملي مات العزوزي 16 عام؟ واش غنبقى هنا ولا تشوف لي شي حاجة باش نخرج من هاد الحبس ديال النوي؟ كيف شفتي دابا الاستئناف اللي استنفنا عليه؟ هو مازال مستنف راسو، هذا في نظر القانون غير مجرد جرجير. دابا أنا 16 عام أنا ضربت الحبس كلها غير مجرد جرجير. بما أنك دوزتي ثلاثة ديال الأرباع ما بقاش عندك الحق في الطلب الثالث إلا إذا كملتي نصف المدة اللي بقى لك. ياك أخويا شحال هاد نصف المدة اللي غنقضيها عاوتاني هنا؟ ماشي بزاف، تقريبا شي 10 سنوات. ولا بدا تعطينا 10 سنوات وبقى هنا تنموت باش تفرحوا الطلاب. أنت وداك المرحوم الله يكرمك على أبوه. شوف غادي نقول لك جوج حوايج، يا إما غادي تحترم راسك وتحترم لينا اللي معاك، ما غادي نقدم استقالة. أنا مالين أجدي أنا واش انا مالي نحارك البنك المغرب؟ لا ما درتي والو، غير بعت العماله لكازا للجابون وما رجعت الدوله غير في صوصين كشيفه. ولي غلب يعف، هذاك ما كيتحسبش لهم القانون، دوك الناس اللي كياخذوا الاراضي وبنوا البني والطيح على عباد الله وكيموت، هذوك ما عندهمش القانون. ولكن هذوك راه عندهم شركات، انت ما كتخدمش بروفيسيونيل، الخدمه ديالك ديال الهوات، فهمتي؟ واش ديال الهوات؟ كيفاش الهوات؟ واش دابا انت واش دابا انت جاي تدافع عليا ولا جاي باش تقلي لي السم باش تعصبني وتبدا تتمرن؟ انا مالي ندير انا؟ انا لا شوف انا محامي ما طويل وخليني القصير باغي يضحك ليا القاضي دير غيبه على هاد المدرسه هذا.